بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتحدث اليوم عن حقيقة سوف يتعرض لها كل واحد منا، النفخ في الصور. لقد تحدث القرآن عن هذه الحقيقة كأول مرحلة من مراحل يوم القيامة، النفخ في الصور، حيث إن هذه النفخة تصعق جميع المخلوقات فتفنى، ثم ينفخ نفخة أخرى، ينفخ في الصور نفخة أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، يحشر الله جميع الخلق في النفخة الثانية. هناك أيها الأحبة بعض الأسرار العلمية. نحن اليوم نعيش في عصر العلم، لذلك سوف نعيش في رحاب آية تحوي إعجازا مذهلا، وآيات أخرى أيضا وصف لنا الله تبارك وتعالى فيها حقائق علمية تتجلى حول أسرار يوم القيامة، لا يزال العلماء حتى اليوم يحتارون في تفسيرها. طبعا الله تبارك وتعالى يقول: ونفخ في الصور، هذه هي النفخة الأولى أيها الأحبة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كل الكائنات، الحشرات، النباتات، ومن في السماوات، الملائكة، كل شيء. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أول شيء عندما يخرج الإنسان ترى بصره خاشعا ينظر، لأنه منبهر، يعني يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الضغوط النفسية الصعبة جدا أيها الأحبة تفقد الإنسان توازنه، فيظهر وكأنه سكران، ولكن وما هم بسكارى. من شدة أهوال ذلك اليوم تجد كأن الإنسان شرب الخمر أو مخدرات وفقد عقله، لا يدري ماذا يفعل ولا يدري ما الذي يحدث. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحقيقة أيها الأحبة، أنا أحببت أن أتساءل معكم اليوم، ما هي حقيقة النفخ في الصور؟ ما هو تأثير الصوت على الإنسان؟ ما علاقة الصاعقة بالنفخ في الصور؟ فصاعقة من في السماوات ومن في الأرض. والسؤال أيضا، هل تحوي هذه الآية وغيرها طبعا من الآيات، هل تحوي حقائق علمية عن تأثير الصوت العالي على الإنسان؟ هل وصف لنا الله بدقة ما يسميه العلماء اليوم بالأسلحة الصوتية المدمرة؟ طبعا سوف نتأمل بشيء من التفصيل هذه الحقائق الممتعة، ونرى كيف أن القرآن أنبأ عنها في زمن لم يكن أحد يعلم شيئا عن الأسلحة الصوتية أو عن تأثير الترددات الصوتية العالية المدمرة، ولم يكن أحد يعلم شيئا عن قوة الصوت، ولكن القرآن أنبأ عن كل هذا بتفصيل دقيق علمي يشهد على أن يوم القيامة سيأتي ولا مفر منه. طبعا أيها الأحبة، قبل ذلك دعوني أتأمل معكم ما هو الصوت. الصوت أحبتي في الله هو عبارة عن اهتزازات ميكانيكية تنتقل في الهواء نتيجة انضغاط وتمدد هذا الهواء، تنتقل هذه الاهتزازات على شكل موجات صوتية وتؤثر على طبلة الأذن فتجعلها تهتز، وبالتالي بعد أن تهتز تنقل هذه الاهتزازات إلى الدماغ.
الدماغ يقوم بتحليل هذه الاهتزازات ويصدر أوامره للجسم، يتفاعل مع هذه الترددات الصوتية ويصدر أوامره تبعا لنوع هذا التردد. طبعا الصوت يؤثر على الإنسان بشكل كبير، وبخاصة إذا كانت قوة الصوت عالية، كما يؤدي إلى اضطرابات فيزيولوجية ونفسية مدمرة جدا على نظام عمل الجسم. طبعا المجال الصوتي الذي نسمعه أيها الأحبة يتراوح بين 20 هرتز، الهرتز هو يعني ذبذبة في الثانية بالنسبة لأحد العلماء الذي وضع هذا المقياس أو هذه وحدة القياس، هذه ذبذبة في الثانية تسمى هرتز. إذن المجال الصوتي الذي نسمعه يتراوح بين 20 ذبذبة في الثانية إلى 20,000 ذبذبة في الثانية أو 20,000 هرتز. طبعا أيها الأحبة، هذه يعني الترددات هي التي يسمعها الإنسان. الأقل من 20 ذبذبة في الثانية، أقل من 20 هرتز، تعتبر موجات تحت صوتية infrasound. والترددات التي تزيد عن 20 كيلو هرتز، يعني أكثر من 20,000 ذبذبة في الثانية أو هزة في الثانية، هذه تعتبر ترددات فوق صوتية أو ultrasound. تقاس طبعا أيها الأحبة قوة الصوت بواحدة تدعى الديسيبل. وطبعا عندما تصل قوة الصوت إلى 120 ديسيبل ماذا يحدث؟ تتعرض الأذن لآلام واضحة، تشعر بآلام في أذنك أكثر من 120 ديسيبل، طبعا يعني صوت قوي جدا. عند 140 ديسيبل تنفجر طبلة الأذن. دققوا أيها الأحبة، لأن القرآن أنبأ عن هذه المسائل العلمية الدقيقة. فوق 140 ديسيبل ماذا يحدث؟ تنفجر طبلة الأذن. وعند 150 ديسيبل يبدأ القفص الصدري بالاهتزاز. تصوروا أن العظام تهتز نتيجة شدة هذا الصوت. طبعا يتعرض الإنسان فوق 150 ديسيبل للغثيان والسعال بشدة، لأن هذه الذبذبات بدأت تؤثر على خلايا الجسم وخلايا الرئتين، فيصبح يعاني من سعال شديد وضيق شديد في الصدر، يضيق صدرهم. طيب ماذا يحدث عند 200 ديسيبل؟ عند 200 ديسيبل أيها الأحبة وفوق تنفجر الرئتان، الرئتان تنفجران. ثم أكثر من ذلك تتأذى كل أنحاء الجسم وتنتهي باضطرابات في عمل القلب والدماغ، وتكون نتيجة هي الموت. إذا رفعنا قوة الصوت أكثر من 200 ديسيبل تتعرض كل أجهزة الجسد للاهتزاز العنيف، وتضطرب أنظمة عمل الجسد، ويتفتت هذا الإنسان، يتفتت ويموت. شيء غريب والله أيها الأحبة، يعني الصوت له قوة مدمرة جدا جدا، أكثر مما تتصورون. ولا يستطيع شيء أن يحول بينك وبين الصوت إلا الفضاء، وأنت تعيش على أرض فيها هواء، لا تستطيع أن تعيش بدون هواء. وبالتالي إذا أراد الله أن يعذب قوما بالصيحة أو بالصوت، لا يستطيع شيء أن يحول بين عذاب الله وبينهم. يعني قد ينجو الإنسان بنفسه من طوفان، من زلزال، من حريق، يختبئ، أما الصوت لا تستطيع، لأنه ينتقل عبر الهواء، وبما أنك بحاجة للهواء فسوف يصل إليك هذا الصوت ويفتتك، كما حصل مع أصحاب الحجر الذين قال الله تعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يظنون أن هذه الجبال تحميهم، يحفرون وينحتون قصورا وبيوتا داخل الجبال
ولكن الله أرسل عليهم الصيحة التي لا تستطيع الجبال مقاومتها ولا يستطيع أي شيء أن يقف في طريقها، فدمرهم تدميرا بالصوت. سبحان الله. طبعا أيها الأحبة، العلماء يخبروننا أن الإنسان عندما يتعرض لترددات صوتية عالية جدا، فإن درجة حرارة الجسم ترتفع ثم يبدأ بالاحتراق، يحترق. تصوروا أيها الأحبة قوة هذا الصوت. كيف يحترق الإنسان بسبب الصوت العالي جدا جدا؟ بسبب موجات الضغط العالية التي تسخن الهواء، لأن قلنا إن الصوت هو عبارة عن موجات. فتصور أن ذرات الهواء عندما تنضغط وتتمدد تحتك بشدة ببعضها، احتكاك هذه الذرات يرفع من حرارة الهواء المحيط بالإنسان، فتسخين هذا الجسم لدرجة محددة يبدأ بالاحتراق. وعندما تكون الترددات الصوتية عالية جدا والصوت شديد، فإن هذا سيولد فقاعات في الجسم وجروح دقيقة، ويبدأ النسيج العظمي بالتمزق، ويصبح الإنسان غثاء كغثاء السيل، يصبح غثاء فقاعات. سبحان الله، يعني والله إنسان يعجب من هذه الحقائق العلمية، ويعجب أكثر عندما نكتشفها الآن في كتاب الله، في كتاب يقولون عنه إنه أساطير. انتظروا أيها الأحبة، الصوت أيها الأحبة يؤثر ليس فقط على الأذن، بل على العظام والجلد وتجاويف الجسم والقلب والدماغ والنظام العصبي. ويقول العلماء إن التأثيرات الحقيقية للأصوات الشديدة لا تزال مجهولة حتى الآن، لأن العلماء لم يستطيعوا أن يصلوا إلى سرعات أو إلى ترددات عالية جدا أو إلى ديسيبل عالي جدا. الذي وصلوا إليه أكد لهم أن الإنسان يحترق ويتفتت كغثاء السيل. طبعا أيها الأحبة، سرعة الصوت عند مستوى سطح البحر تم قياسها، وهي بحدود 1223 كيلومتر في الساعة. طبعا عند الشروط القياسية التي يحددها العلماء من ضغط جوي ودرجة حرارة ورطوبة إلى آخره، هذه السرعة 1223 كيلومتر في الساعة يمكن إذا تجاوزتها مثلا الطائرة، يقولون يعني تم اختراق جدار الصوت، فتتشكل صدمة أو موجة إحتزازية عالية تؤدي إلى تكاثف جزيئات البخار وتشكيل غيمة مؤقتة في خلفية الطائرة عندما تخترق جهاز الصوت. ويمكن يعني كثير أن يروا صورا لاختراق جدار الصوت وهذه الغيوم التي تتشكل. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.